انطلقت في عمان السبت القمة السادسة لصناعة الألعاب الإلكترونية تحت شعار المنافسة في صناعة الألعاب الإلكترونية بمشاركة ما يزيد على 800 شخص من المهتمين بالقطاع. وقالت مديرة دائرة البرامج والمبادرات في الصندوق يسر حسان خلال حفل الافتتاح أن الصندوق وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني يولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب والاستثمار في طاقاتهم، إضافة لتشجيع روح الإبداع لديهم وربطهم بالقطاع الخاص، خاصة قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. للعام السادس على التوالي بنظم صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية قمة صناعة الألعاب الإلكترونية، طبعا ضمن توجيهات جلالة سيدنا بطبعا دعم الشباب، الاهتمام بقطاع الشباب، الاستثمار بطاقاتهم وإبداعاتهم، وطبعا ربطهم بالفرص المتاحة بالقطاع الخاص. هاي السنة اخترنا شعار للقمة اللي هو المنافسة، لأنه وجدنا خلال عملنا من خلال مختبر الألعاب وخلال السنوات الماضية أنه من أهم التحديات اللي بتواجه مبدعينا سواء كانوا أفراد أو شركات هي موضوع المنافسة العالمية. اليوم الشباب والمطورين والمصممين المهتمين بقطاع صناعة الألعاب رح يلتقوا مع عدد كبير من الخبراء والمختصين من حول العالم والمتحدثين، رح يسمعوا منهم. نتمنى أنه هاللقاءات تثري تجاربهم وأنه طبعا يصيروا على معرفة ودراية أكثر ويلاقوا حلول للتحديات اللي بتواجههم. رئيس رابطة الألعاب الإلكترونية في الأردن نور خريس قال إن القمة تهدف لتحسين قدرة الشباب والرياديين العاملين في مجال صناعة الألعاب للتنافس في هذا القطاع الحيوي، ولذلك تعقد القمة لهذا العام تحت شعار المنافسة في صناعة الألعاب الإلكترونية. المؤتمر هذا المؤتمر السادس اللي بنعقد في الأردن لصانعي الألعاب الإلكترونية، الهدف من هذا المؤتمر إنه إحضار الخبرات العالمية ونجيبها على الأردن علشان نعطي فرصة لشبابنا المطورين واللي عم بيشتغلوا على تطوير نفسهم في صناعة الألعاب ياخذوا خبرات بشكل أسرع أحسن ما يقعدوا يسافروا ويروحوا على مؤتمرات تانية. اليوم مختبر الألعاب الأردني من 2011 بسعى لتطوير الشباب الأردني بعدة مجالات، منها كبرمجة، منها كتصميم، والورش العمل اللي عاملينها اليوم مع كبار المشاركين معنا من العالم اللي هو المتطور في صناعة الألعاب حيساعد شبابنا إنه ياخذوا أكثر جرعة من إيش اللي بيحتاجوه علشان ينافسوا في السوق المحلية الوطن العربي وعلشان يطلعوا للعالمية. والله إذا أنت شايف الحمد لله، يعني إحنا المسرح اليوم عنا أكثر من 600 بني آدم حضروا الافتتاح، حتى اضطرينا للأسف لأنه مقاعد محدودة، في كان ويتينج ليست كبير، وهذا بدل من السنوات كلها اللي عم ننمو فيها قدي شبابنا صار عندهم وعي. هلأ اليوم عنا بالمحافظات حننتقل، عنا بكل سبت قادم هيكون عنا بالعقبة، هيكون في عنا بإربد، هيكون عنا بفمعان، حناخد السمت هاي السنة في عدة محافظات خلال جولتنا، وإن شاء الله شبابنا بالمحافظات اللي ما إجوا على عمان يستفيدوا من نفس طريقة العرض اللي هي فرجيهم كيف ممكن ينافسوا في العالم وكيف، وحيكون عندنا متحدثين جداد معنا في الفترة القادمة إن شاء الله. وأكد المشاركون على مدى تنافسية قطاع صناعة الألعاب في الشرق الأوسط وكيفية المنافسة في القطاع والخبرات التي تم اكتسابها من خلال هذه القمة من الخبراء العالميين. احنا بناخذ العاب من حول العالم بننشرها للوطن العربي بحيث تكون مناسبه للثقافه العربيه. مشاركتنا في هذا المنتدى لنشر هذا الوعي وهذه الثقافه عن هاي الالعاب ونحكي للناس انه تطوير الالعاب باللغه العربيه هو شيء رائع، وبننصح الكل يعمل هذا الكلام. صراحة مثل هيك مؤتمرات وقمم عم بتساعد كتير في انه تجيب الناس الخبراء لعنا في البلد، هدول الناس المميزين في صناعة الالعاب وعالميا. يعني انا في وقتي ايام ما كنت ادرس ما كان يصح لي اني اشوف، احلم اشوف هدول الناس. الحلو انه في هذه القمة حاليا عم بشوف يوث او شباب كتير موجودين، وهذا بيساعد في انه نطور هذه الصناعة كالعاب في المستقبل ان شاء الله تكون لنا كأردن دور في هذا الموضوع. والله كسبنا يعني خبرة الضيوف اللي اجوا من دول برا وزي هيك، وشو اسمه كثير حلو، يعني هاي كل سنة بسووه وانا من ضمن المشاركين، كل سنة بشارك في هاي. كيف؟ طورت؟ اكيد، وان شاء الله يعني كل ما احضر من عندهم بكتسب انه ايش يصير عندي الشغف والفضول ان ايش اتعرف على اكثر واتعلم واصير احسن واحسن ان شاء الله. انا مشارك مع الجيمينج لاب بتطوير بعض الالعاب وهيك، ومشارك اليوم في قمة الالعاب
الأردنية للمرة السادسة، هاي المشاركة الثالثة وهاي القمة السادسة. طبعا صندوق الملك عبد الله من خلال الجيمنج لاب ساعدنا كثير في تطوير مهاراتنا بتقديم بعض الخدمات التقنية لإلنا. كمان من خلال القمة وفر لنا خبراء سواء محليين أو خبراء من جميع أنحاء العالم. ويشارك في القمة التي ينظمها صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالتعاون مع رابطة صانعي الألعاب الإلكترونية متحدثون وخبراء من عدة جهات محلية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.